نعم تستبله فيا ولا شنو حكيت؟ شيك عليه خسارتك سقطت من عيني. يا خش صغير روحك على خاطر قلت لك نعاونك في اي قضيه تحتاجها تجي بين عشيه وضحاها تطلب مني 120 مليون. اسمها الحقيقي سعديه الوسلاتي، اسمها الفني منى نور الدين. هي ممثلة تونسية من مواليد سنة 1937، بدأت في سن مبكرة المشاركة في السينما التونسية. يطلق عليها اليوم لقب سيدة الشاشة التونسية، لقب لم يأتي من فراغ وهو امتداد لمسيرة فنية حافلة بالتتويج. دعمتها أدوار البطولة اللي تقمصتها في أعمالها المسرحية والفنية، فهي تعتبر من أشهر وجوه السينما التونسية، تعرف بغزارة أعمالها اللي لعبت في أغلبها دور البطولة. تمكنت بفضل حضورها الركحي وأمام التلفزيون وبفضل خبرتها من فرض نفسها وصناعة اسم من ذهب في عالم التمثيل. لو كان عينك راك انت مقدمة في عوضي، أما دوب ما قالوا لك ثم فلاح من برا جاي يخطبك مهبولة وزغرطولها في أذنك، قلت بدني إذا نقبل العاد ونتربط طونية. طب خاطرك على الحس قسمت الباب، كي انتي ما قبلتش ولا وعطوني العهد لينا لجاك لراجل اطبل وما عادش تقولي ديما قاعده تسبح، فهمت؟ قوم لمو الدنيا زيار عندهم دزو. منى نور الدين تكونت على ايادي اساتذه المسرح من امثال حسن الزمرلي، عبد العزيز العقربي، طاهر جيجا، شادلي القليبي وعلي بن عياد، واعتبرتهم من الشخصيات المؤثره في وصولها الى هذه المرتبه الفنيه. وهي متخرجة من مدرسة ترشيح المعلمين، والتحقت إثرها بالمركز الفني الدرامي بالعمران اللي أسسه حسن الزمرلي ليتم ضمها مباشرة بفرقة مدينة تونس. قدمت مسرحيات كثيرة من بينها كاليجولا، هاملت، الماريشال، صقر قريش، الحلاج، مجنون ليلى، يارما، وتم تكريمها في عدة مهرجانات في تونس وسوريا والجزائر ومصر والمغرب. قوموا قدامي، ما الهم هذية؟ اسمعوني اسمعوا الغريبة اللي دارت بيا، دبروا علي اش باش نعمل؟ باش نعمل؟ هاك المسودة فونا عملتها فيا، مشات لهم العروس وقتلوا طفلة بصحتها ومقرقدة. دبروا علي اش نعمل؟ اللي قالت كل فيا فيا. اقعد اقعد ترس اقعد ترس اقعد ترس ندرع ايامي على شكون توحمت. اش قلتي على خالي؟ من أبرز أعمالها في الدراما نذكره ليامكي في الريح، أمواج، الخطاب على الباب، منام تاع روسية، جمرة سيدي محروس، شوف لي حل وغيرهم. أنا نقرأ فيه على خاطره مشكول باش ما ننساش اللي حفظته في محو الأمية. علاش؟ ماكش ناوية باش تعاود تقيد السنة؟ والله ناوية نعمل دورة في النصر، نلقاش مكتب نتاع محو أمية قريب. ما ظهر لي كان فما أمية تدورهوني. عجب، أنا كي نمشي للعطار ساعات الراهب اللي يعرضك من غير ما يصبح عليك واللي يوقف لك كرهبته على المادة ويخليك تهبط تمشي في الكياس، ما ظهر لي كان هذو ما مشاو للمكتب. في السينما ألقت في أدوار في عدة أفلام نذكروا من بينهم عزيزة، ريح الصد، فاطمة 75، شبابك جنة، موسم الرجال، ويا سلطان المدينة. مسيرة زاخرة بالأعمال المتميزة والإبداعات والتألق والعطاء. السيدة منى نور الدين هرم من أهرام التمثيل في تونس، أعمالها الفنية بقت راسخة ومحفورة في ذاكرتنا. نحيت الفرق، هز هاوك الكعبتين اللي فضلوا حطيتهم هون، شعل كوشة الغاز وحط ظهري يبس ولا قنطرة ما عادش النجم. أمي منين نزيدوا ندلوا في التغريبة بتاع دروح استعليا غريبة عقب عمري ولد نحل ونبل ونشكشك جي مولاد دار دب الراسة تعمل الدروع ولا الحمص.
رجعت لكم باش نوريكم كيفاش نحضروا المقرونه نتاعنا. اول حاجه خذينا كعبيت الكروفيت نتاعنا، تنجموا تعملوا كروفيت ولا شفغيت مش مهم، الكبر نتاع الكروفيت نتاع نتاعها معناها. ناخذوا شويه زبده، شويه فلفل اكحل، شويه ملح، وشويه ثوم تهرسوه وطيبوها حتى لين تحمر. بالنسبه للصوص بيستو اللي هي بالقرع، خذينا زوز قرع اخضر كبر نتاعهم متوسط، رحيناهم بالقديه بالقديه، زدناهم زيت زيتونه باش يترحاو فاسيلمون، ومن بعديك زدناهم لحبق، زدناهم ثوم زاد ترحى معاهم، شويه فلفل اكحل، شويه ملح، وزدنا 50 غرام بندق. كما تشوفوا تكون هكا مش جاري برشا ومش يكون خاثر برشا. انتم تتحكموا فيه بالزيت، تزيدوا زيت زيتونه لين توصلوا توصلوا يولي هكا معناها. تزيدوا بارميزان رابي، كما لقيتوش البارميزان تنجموا تعوضوه بشويه جروير مش مشكل. بالنسبه للمقرونه توا باش نحطينا الماء يغلي، شويه ملح، وباش نحطوها تطيب شويه. انا بعديك انا نرجع لكم باش نوريكم كيفاش زينا المقرونه نتاعنا وكيفاش البسبوسه نتاعنا طابت. شكرا لك شيف سميره. دونك خطوه خطوه نجموا نتبعوا كل الخطوات هذيا، وباذن الله النتيجه تكون مضمونه. احنا هنا في البلاتو ضيفي حاضر بحذايا، نحتفي ونحتفل بمئويه معتمديه بلديه مساكن. سعيده جدا بحضور رئيسها بحذايا لهنا. مرحبا بك في الميكروفون سي محمد علي، اهلا وسهلا بك. شكرا ايناس، شكرا على الاستضافه، وتحيه لكل متابعي الوطنيه. سيدي ان شاء الله مبروك، ان شاء الله الف مبروك. دونك نحكيو على مئويه، نحكيو على قرن من الزمن للبلديه هذيا. شنو يعني رمزيه المئويه، رمزيه التاريخ هذيا، وخاصه الاحتفاليه في انا شكل كانت؟ ولكن شنو رايك يقولوا لي ستريمينغ حاضر باش ما نقصش عليك سي محمد. خلينا نمشي نشوفوا زميلتي حنان القاسمي اذا كان حاضره، ناخذوها الاولويه في المباشر ديما للنقاط الخارجيه. نحكيو على اشغال الملتقى السنوي لرؤساء الاقاليم والمراكز الجهوية والمحلية، طبعا هذه من تنظيم الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية. حنان صباح النور. صباح الخير إيناس، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار القناة الوطنية الأولى. هذا الصباح كالعادة كنا مواكبين لأهم الأحداث والندوات والملتقيات والمؤتمرات، هذاك علاش احنا متواجدين هذا الصباح في أحد النزل بالعاصمة، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعي، وفي مواكبة لفعاليات أشغال الملتقى السنوي لرؤساء الأقاليم والمراكز الجهوية والمحلية، كان بإشراف السيد محمد الترابلسي وزير الشؤون الاجتماعية هذا الصباح. الشعار هو رقمنة الخدمات ضمان للجودة وتعزيز الشفافية، والملتقى هذا يندرج في إطار متابعة أداء هياكل الجهوية والمحلية للصندوق لتطوير مناهج العمل وتسييم البرامج وكل ما فيه تحسين الخدمات للمواطن. احنا باش ناخذوا أكثر تفاصيل على الـ 24 ولاية اللي كانت حاضرة منذ هذا الصباح في أحد النزل بالعاصمة مع مدام بسمة خضيري مديرة مكتب الاتصال. أهلا وسهلا ومرحبا بيك. مرحبا بيك ومرحبا بجميع السادة مشاهدي القناة الوطنية الأولى. كما تفضلت وذكرت بالفعل احنا اليوم في معناها نتابعوا في فعاليات الملتقى السنوي لرؤساء الأقاليم ورؤساء المراكز الجهوية والمحلية للصندوق. هي مناسبة اليوم أشرف على افتتاحها السيد محمد الترابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، وهي الحقيقة اليوم كانت مناسبة مميزة لأنه تم فيها بالنسبة للصندوق معناها أول مرة يحدث جائزة التميز للمراكز المثالية لخدمة معناها على مستوى معناها الجودة الخدمات وكذلك لعدد من الأعوان. اليوم تكرم السيد وزير الشؤون الاجتماعية بتسليم شهائد التميز لسنة 2020. المناسبة هذه هي كذلك فرصة بالنسبة لنا وبالنسبة لهياكلنا الجهوية اللي هي متمثلة في كل مهم رؤساء الأقاليم رؤساء المراكز الجهوية والمحلية، شبكة متينة تعرفوا للصندوق في الموزع على كامل ولاية الجمهورية، وكذلك حتى في داخل الولاية هناك مراكز محلية اللي فيها كثافة بطبيعة الحال سكانية كبيرة للمنظورين متاعنا. المناسبة هذه هي لتقييم ما تم إنجازه ولمزيد معنى التعريف بمشاريع جديدة للصندوق، وكذلك للاستماع إلى مشاغل السادة رؤساء الهياكل الجهوية والمحلية والتفاعل معهم على المستوى المركزي. هي بالنسبة لنا احنا مناسبة الحقيقة نعطوها أهمية كبيرة على خاطر هي باش تكون معناها دافع لمعناها تحقيق البرامج ومزيد الانخراط في برامج الصندوق. تعرفوا اللي الشعار اليوم الشعار هو رقمنة الخدمات، شعار معناها الحقيقة نخدموا عليه برشا.
وان شاء الله معناها اذا نوصلوا معناها نحققوا جمله المشاريع اللي احنا مبرمجينهم ان شاء الله معناها يكون ثم تحسن كبير للخدمات المقدمه للمتقاعدين وللمنخرطين بصفه عامه سواء داخل تونس او خارجها. يعني ملتقى مش لغايه الملتقيات، احنا خاصه المواطنين يقول لك احنا نحبوا تسهيل اكثر للخدمات، تسهيل لكل المنظوريه، الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه، كيفاش انتم تحاولوا تتفاعلوا وتسهلوا الخدمات وخاصه على ما يبدو فما يعني وسائل الاتصال جديده؟ بالفعل هو احنا الحقيقه الملتقيات هذه هي بالنسبه لنا كما ذكرت بكري هي فرصه باش نقفوا على ما حققناه وعلى ما سيتم تحقيقه. بطبيعه الحال الصندوق في الاطار هذا وفي اطار حتى رقمنتها الخدمات هذه بدينا بتوجهات معناها لدعم التبادل الالكتروني مع المنخرطين نتاعنا. كان الصندوق احدث خليه عفوا احدث خليه للاتصال الالكتروني جاوبني، هذه احدثناها منذ شهر اكتوبر للتفاعل مع استفسارات المنخرطين نتاعنا والمتقاعدين والتعهد بها والرد عليهم. كيف كيف مكننا مراكزنا الجهويه اللي هما حاضرين تويك اليوم، مكناهم من ارقام هاتفيه جواله وللتواصل مع المنظورين معناها باش تسهيل الخدمه عليهم. الوقت اللي يجيكم على عين المكان يعني تسلموا الارقام هذه لا لا هو احنا قمنا بنشر الارقام هذه عن طريق وسائل الاعلام، ومعناه كل مواطن ولا كل منخرط تويك في رغبه انه باش يتواصل مع الصندوق في عود باش يتجه مباشره الى مراكزنا ومكاتبنا ومكاتب الاستقبال، دونك يمشي يتكلم بالتليفون يطلب معناها الخدمه عن طريق الهاتف يتم نعم اذا كان الاستفسار معناها استفسار يعني نجموا نجاوبوا عليه بصفه حينيه معناها يتم الرد بصفه حينيه، اذا كان ملف يتطلب شويه متابعه فيعاودوا يتصلوا به الاخوه في المراكز الجهويه والمحليه. خاصه في وضع يعني اللي نعيشوا فيه الوباء والكورونا نقولوا احنا فرصه هي. بالفعل هو معناها دوزونا معناها الظرف الاستثنائي اللي تعيشه بلادنا معناها حتى معلينا انه يلزمنا ندعموا اليات التواصل عن بعد وكذلك لي معناها تدعيم هالخدمات الرقميه هذه اليوم نعم جديد افكتيفمون جديد واللي كان معناها اليوم معناها تم تقديم عرض حول الموقع الجديد للصندوق ان شاء الله اللي باش ان شاء الله في الايام القليله القادمه باش يتم الاعلان عليه واللي يتضمن اساسا معناها تطبيق معلوماتيه لتمكن تمكن معناها منظومه الدفع الالكتروني عن بعد باش تمكن الساده المتعاونين الفنيين اللي يخدموا في الخارج في نطاق التعاون الفني من تسديد المساهمات بعنوان انظمه التغطيه الاجتماعيه عن بعد يعني من مكان الاقامه نتاعهم بطبيعه الحال عن طريق منظومه الدفع الالكتروني. هذا ما تم الاعلان عليه اليوم وان شاء الله معناها في القريب في خلال ايام معناها سيتم تفعيل الخدمه هذه. نعم شكرا لك. واضح تقريبا خذيتوا فكره شافيه وظافيه عن هذا الملتقى اللي يهدف بالاساس الى تسهيل وتحسين الخدمات المقدمه واللي قدمها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعيه لمنظوريه. نهايه نقطتنا الخارجيه وعوده لك ايناس. شكرا لك زميلتي حنان الجاسمي. طبعا هنا في متابعه كما قلت من خلال نقاطنا الخارجيه لكل الجديد في كل المجالات. نرجع لهنا نحتفي بمئويه بلديه تمساكن وكنت رحبت بضيفي رئيس البلديه سي محمد علي. اهلا وسهلا بك مره اخرى. اهلا وسهلا مره اخرى وشكرا ايناس. دونك كنت رحت عليك سؤال قلت 100 نسنة تحتفلوا بها، نحكيوا شويه على ال 100 نسنة هذه شنو تعني لكم رمزيه العمر هذايا بلوغكم ل 100 سنه؟ 100 عام معناها عراقه تاريخ، ناس خدمت، ناس عطات من وقتها من صحتها من ساعدها، ناس حبوا بلادهم وخدموا باش يطوروا بلادهم. واليوم في مئوية ثانية لكن مهم جدا باش ندرسوا تاريخ المئوية الأولى باش نوقفوا على النقائص نوقفوا على الأخطاء إن وجدت ولكن نبنيو زاد على الإيجابي باش نقدموا إن شاء الله. طيب كان عندها طابع احتفالي للمئوية وعندنا صور نجم نشوفوا زيدا يعني في الجهة ككل احتفلت بالمئوية هذية وراها اعتزاز بالانتماء وراها تعرف الموطن ديما وين من نرحل في العالم أجمع نهزوا محبتنا وذكرياتنا بالموطن متاعنا. مساكن تعتبر من البلديات الكبرى في الجمهورية من ناحية عدد السكان من ناحية الرقعة الجغرافية تقريبا 340 كيلومتر مربع ما يقارب 200 ألف ساكن بين المقيم في مساكن ولا في الخارج. وإحنا في مساكن عنا خاصية زادة عنا جالية في الخارج كبيرة تقريبا ثلث سكان في الخارج. ولكن الأهم من هذا الكل أنه مساكن تكونت بأمر علي في 19 فيفري 1921. دونك عشنا مراحل متعددة، مرحلة الاستعمار، مرحلة ما بعد الاستقلال، ومرحلة ما بعد الثورة.
ويلاحظ مساكن ولا يزورها يشوف ولا يعرف التاريخ يعرف أنه فما تطور عمراني، تطور ديموغرافي، تطور اجتماعي، تطور ثقافي، تطور اقتصادي، وهذا أكيد. واليوم احنا دورنا يمكن حصل لنا شرف اني كرئيس بلدية والمجلس معايا الموجود، انه اليوم خلطنا احنا في اطار الاحتفال ولا في اطار احياء ذكرى مئوية بلدية مساكن. هذا مهم جدا، لكن المسؤولية اكبر. هذا هو جيدتك سي محمد، لأنه ديما الاحتفال ورمزية المئوية هذه كانت محطة للاحتفال، ولكن أيضا نتصور أنه الأهم اليوم أنه تكون محطة زيادة للتأمل والوقوف عند النقائص، عند شنو نجم نعمله في المرحلة الجاية في المئوية الجديدة كان نجم نقول. صحيح، أنا ذكرتها بكري قلت أنه هذه يجبنا نخمه وندرسوا التاريخ وندرسوا المرحلة السابقة الكل، لكن يلزمنا نعترفوا بالجميل للناس اللي خدمت. أي. احنا 19 فيفري كان يوم انطلاق الاحتفالات، الاحتفالات ستدوم على مدار سنة كاملة. صحيح الوضع الصحي، الوضع الاجتماعي، الوضع الاقتصادي في تونس صعيب شوية. لكن حبينا تكون الاحتفالات تقريبا متواصلة على مدار سنة. ستشمل الجوانب تقريبا الكل، الجانب الاجتماعي، الجانب الثقافي، الجانب الشبابي، الجانب الرياضي، الجانب الاقتصادي كذلك مهم، خاصة أنه مساكن عرف التطور الاقتصادي. اليوم مساكن مدينة أو بلدية تجارية وبلدية خدمات بالأساس، وهذا مهم جدا باش نعرفوا احنا شنية الصبغة نتاعنا، شنية لافوكاسيون نتاع المدينة، باش نجموا نركزوا البرامج والمشاريع تكون في الاتجاه هذا. طيب شباب ونصيب الشباب صعبش نصيبه في الحلول اللي باش تلقاوها للبلدية، وأيضا مدى انخراطه هو في هالمشروع هذا تشريكه. سؤال ممتاز جدا، علاش؟ على خاطر هو سكوانسيد ولا تزامن مع مساكن. بلدية مساكن هي أول بلدية في الجمهورية التونسية أحدثت مجلس للشباب، مجلس الشباب لبلدية مساكن بالتعاون مع بلدية برشلونة والتعاون مع شبكة المدن المتوسطية. وقع تركيز أو تنصيب المجلس هذا يوم الأحد الفارط، يضم 30 عضو من خيرة الشباب في الشريحة العمرية من 18 ل 35. وقع انتخابه بطريقة ديمقراطية، ورينا انه فما حماس وفما اندفاع كبير من الشباب باش يخدم باش يساهم. سي محمد سامحني على المقاطعه، لان نحب نتفاعل معاك في نقطه الشباب واهميه الشباب في انه يكون هو ايضا حل للمرحله القادمه. حتى بالاحصائيات اليوم مثبت وانه فما عزوف من الشباب في الانخراط في العمل الجمعياتي السياسي، سورتو السياسي نحكي. دونك هذاك علاش سالتك السؤال هذايا، وهكايا انت عطيتني جزء من الاجابه. دونك انا نحب نعرف الشباب كيفاش انتم، شنو الحلول مثلا، شنو البرامج، شنو المشاريع لفائدة الشباب؟ هو هذا هو الهدف من تكوين المجلس هذا، الوه سي بور امبليكي شباب في العمل السياسي والبلدي وفي الشأن العام بصفة عامة، وباش هو في إطار إعداد أو اليوم غدوة نلقاو شباب يعرف ايش معناها شأن عام، يعرف كيفاش يخدم العمل السياسي والاجتماعي والاقتصادي وما إلى ذلك، ولكن في نفس الوقت زاد يخلي ينحيك التابو اللي كان موجود قبل، أنه قبل في حتى في الشباب نتاعنا كان غير ممكن باش نساهموا، باش نكونوا موجودين في البلدية، باش نكونوا موجودين في الأحزاب، باش نكونوا موجودين في العمل السياسي بصفة عامة. هذا اللي نخدموا عليه. صحيح الفكرة انطلقت العمل بالفكرة هذه، لكن في إطار توا شو تصير تكوين، شي يصير اعداد لك الشباب هذاك، تشريكه في وضع البرامج، في اتخاذ القرار، في الشان العام بصفه عامه، وهذا هو الاساس، خاطر هذاك هما رجال المستقبل، وهذوك اللي مش ياخذوا المشعل على سبقوهم. ونحبوا وقت اللي يدخل شاب يدخل يعرف شي يعمل ويعرف شي يقول ويعرف شي برمج، باش نربحوا برشا وقت، على خاطر العمل ولا إدارة الشأن العام تتطلب برشا مجهود. صحيح. وبرشا وقت. طيب شنو فكرتوا في المرحلة القادمة في تحسين الأوضاع، ما نحكيو سياسيا نحكيو اجتماعيا المرة هذه، إذا كان نحكيو على استقطاب مشاريع كبرى للجهة، إذا كان نحكيو على استجلاب مستثمرين، دونك في الإطار هذه شنو عندنا في المرحلة القادمة، ونعرفوا اللي هذا في علاقة مباشرة بتحسين المعيشة للمساكنية. هو لنجاح أي برنامج ولا أي عمل سوى بلدي وإلا حتى شأن عام، إذا ما يكون
مش فما رؤية وفما برنامج راه ما نجمش ينجح. وعلى ذاك الأساس احنا في البلدية انطلقنا وحضرنا استراتيجية كاملة، استراتيجية تنمية مدينة مساكن. الاستراتيجية هذه تخدمت بالتعاون مع وكالة التعاون الألماني ومع برنامج الأمم المتحدة ومع جميع المدن التونسية. فما تقرير نهائي نشرناه في ديسمبر 2020 يستشرف المرحلة القادمة ويقدم الحلول، وكانت الحلول في أربع محاور: محور البيئي، المحور الاجتماعي، المحور الاقتصادي، والمحور العمراني. وكيفاش مش نعملوهم هيش تكون أترافير جملة من المشاريع، جملة من البرامج. إلا مثلا نأخذ مثال في الجانب الاقتصادي، عنا فكرة أنه فما برنامج وإلا مشروع المنطقة الصناعية الجديدة، وفما برنامج القرية التجارية اللي نعرفه احنا والناس كل تعرف في مساكن اني مدينة تجارية بامتياز. دونك نحبه تكون في اطار منظم. مثلا في اللي يهم البيئة عنا برنامج متاع تثمين النفايات والعناية بالمظهر البيئي العام في المدينة. طيب عندكم مدار، ضبطتوا مدار في اجال حتى نضبطوا برامج على ضوء او على اساس مواعيد ومواقيت باش نجموا بعديك نثبتوا من البرامج هذه وتحققها على الوقت؟ اكيد هما البرامج الكل على مدى متوسط، هذا فما مدى متوسط فما حتى مدى بعيد. كي نقولوا مدى بعيد يعني في افق 2030 35 وفما برامج اللي هي في افق 2023 25 تكون جاهزه ان شاء الله. فما زاد كيف العنايه اكيد هو بالبنيه التحتيه الموجودة في المدينة اليوم، بربط بشبكات، بتحسين الطرقات، بنظافة المدينة، بالعناية بالمناطق الخضراء، هذا مهم جدا. هذا الكل وقت نحكيه لهم على بنية تحتية، هذه مشاريع نجم تكون في الكورتين في المدى القصير، يعني في مدى عام واثنين وثلاثة ممكن إنجازها. لكن المشاريع الكبيرة اللي هي مش تستقطب مستثمرين، اللي هي مش تجيب الثروة الجديدة للبلاد، هذايا يلزم يكون مبرمج ويكون فيه استراتيجية واضحة ونعرف روحنا شو نحبوا وين نحبوا نوصلوا. إذا كان نعرف روحي أنا شو الهدف نتاعي، دونك الطريقة تولي سهلة، والبرنامج الوظيفي وإلا البرنامج التنفيذي يكون أسهل مادام فما رؤية واضحة. طيب نختم معاك بالسنة الاستثنائية اللي فاتت واللي هي كانت الفاصلة قبل احتفالكم بالمئوية وتعاملكم مع ظرفية خاصة، يعني خاصة بالنسبة لكل البلديات نتصور، دونك نحكي على الكوفيد، على جائحة الكوفيد، تعاملكم معها وتصور لتعاملها لأنه متواصلة مازال مع الناس. أكيد. الحل النهائي وانفراج إن شاء الله يكون عنا قريب. احنا عنا تجربة فريدة في مساكن من مارس 2020 وقت اللي بدأت الجائحة متاع الكورونا، وربي إن شاء الله يلطف ببلادنا كل. كان فما تضامن كبير مدني بالمجتمع المدني في مساكن ما بين السلطة المحلية والمجتمع المدني، ونجم نقول أني اليوم السلطة الصحية زادة، خاطر احنا عنا مستشفى جهوي مساكن. كان هناك اجتماعات مشتركة، حددنا شنو ينقصنا شنو يزيدنا. وعلى هذاك الأساس كانت فما هبة من تقريبا مختلف الأهالي، وفرنا كل ما يستحق المستشفى، كل ما يستحق الوضع، كل ما يستحق الظرف، من آليات، من موارد بشرية، من معدات. وبالطريقة هذه كانت مساكن كانت أكثر مدينة متضررة في ولاية سوسة، لكن الحمد لله ما كانتش الامباكت كبيرة من ناحية الخسائر النجم نقولوا البشرية. الحمد لله. لكن نحب نأكد حاجة، المدى التضامني اللي صار في وقت الكورونا ولا وقت الكوفيد مهم جدا، و يعبر عن مدى العمق التضامني الموجود في المجتمع التونسي وفي المجتمع مساكن بالأساس. وهنا نوجه تحية للناس الكل اللي حطت يدها، اللي عاونت، اللي وقفت، اللي حافظت على العباد وعلى الناس وعلى صحة الناس. هذا وإحنا ديما نقولوا تعاضد الجهود بين السلطة والتجربة هذه وبين المجتمع المدني بكل مكوناته. التجربة هذه تنجم تنسحب في كل القطاعات والمجالات، في مجال التربية، في مجال الصحة، في مجال التكوين، في مجال التعليم. يعني مثال يحتذى، وإن شاء الله إن شاء الله كما كنا متضامنين في الوضع الوبائي نزيد نكونوا متضامنين في المستقبل في إطار تنمية البلاد وفي إطار النهوض
بمساكن بخاصة ولكن تونس عامة الجهة ككل زيدك والجهة. شكرا لك. أنا باش نقول لك سي محمد حبينا نشاركوا معكم الاحتفالية هذه، حبينا نكونوا معكم وحبينا ندعم اللامركزية بوجود كل البلديات ما وين ما كانت في كل شبر من جمهورية التونسية عندها حق في المرفق العمومي. هو أكيد يعطيكم الصحة أنتم مع العناية هذه والاحتفالات راهي متواصلة عام كامل إن شاء الله. فما حاجات أخرين ممتازين يكونوا في مستوى الحدث متابعة زيدا إن شاء الله. شكرا لك سي محمد. نمشي والنغم وراجعين كامل استقبال ضيوف هنا في البلاتو هذية عدنان الشواشي في نغم مميز وراجعين مواصلين تفضلوا. عيب إنك خدتي العهد ما وفيت، عيب إنك علينا كبرت وتعديت، والعيب مني سامحك ساعات وجاملك بالرغم عالسيئات وعملك تني ضنديت عيب. عيب إنك خلفتي العهد ما وفيت، عيب وانك علينا كبرت وتعاليت، عيب مني سامحك ساعات وجاملك بالرغم عالسيئات، عيب مني سامحك ساعات وجاملك بالرغم عالسيئات، ملكتني ضدي وجرحت قلبي اللي عطاك الدور، وعملت ما حبيت وعملت ما حبيت.
أخبار الثقافة نختم بها يوميا باش نوريو اللي رغم الكوفيد برشا حاجات تتعطل، ولكن الفعل الثقافي والحراك الثقافي لا يتعطل في تونس. اليوم نحكي ونقدم نص الحقيقة من الوزن الثقيل أو رواية من الوزن الثقيل، نحكي على هيجوج وميجوج لمراد البجاوي. مرحبا بك مراد، أهلا وسهلا ومبروك الإصدار هذا. يبارك فيك، يعيشك إيناس. قبل كل شيء ساعة تحية ليك. يعيشك، مرحبا. تحية للتلفزة الوطنية، للوطنية الأولى عندها معزة خاصة في قلبي، تعرف هذا. يعيشك. تحية لكم جميعا، لأنه التلفزة الوطنية بصدق أقولها أمل كل الكتاب أن تظل دائما محافظة على أدوارها. أي. محافظة على اهتمامها بالأدب التونسي، بالكتاب التونسي، بالكاتب التونسي، وبالرواية التونسية اللي اليوم لأجلها نحضر في اللقاء. طيب، وانا انا نسعد بالثناء نتاعك هذية، ونفرح برشا، ويوميا يكونوا بحضينا لهنا كتاب وصناع رأي. متابع ذلك. نحب الحقيقة الفقرة هذية، وديما نقول ما نخبيش انا مراد انه عندي ميل خاص للفقرة هذية. سيدي، مين نبداو؟ نبداو بهيجوج وميجوج من العنوان. العنوان في حد ذاته مغري باش الانسان يعرف ما وراء العنوان. دونك نبداو بهيجوج وميجوج. نبداو بهيجوج وميجوج، هو في الواقع يعني عنوان مستمد من الذاكرة الشعبية. أي. وما زلنا الى اليوم نستعمل هذه العبارة. واكتشفت انه عبارة هيجوج وميجوج موجودة فقط في تونس. أي. يعني تونسية خالصة. الأشقاء العرب يستعملون كلمة يجوج وماجوج. أي. يستعملون يجوج وماجوج، ولا بالفرنسية والإنجليزية جوج ماجوج، معناها هذوم العبارات اللي لقيتهم الدولين واشتغلوا عليهم. أنا نقول لك اللي بصدق أكثر من 40 سنة هذه العبارة وهي في ذهني، ولم أكن لأتصور أنه سيأتي اليوم لأعود إليها. أي. أعيش في مدينة تستور، مدينتي الرائعة، مدينة التي أحلم أن أقدم لها مش فقط عنوان، أن أقدم لها كل ما أملك من طاقة ثقافية وإبداعية لأجل أن تكون دوما هذه المدينة رائعة. دونك انت رجعتني لفترة الصبا، فترة الطفولة. الطفولة في الزنقة نتاعنا. أتذكر جيدا يعني لما يحل الصغار والأطفال ويحدثون الهرج والمرج. أي. ويحدثون الضجيج والضوضاء. خالتي السيدة قعلول رحمها الله، الله يرحمها، الله يرحمها وينعمها، كانت تخرج من باب المنزل لتقول لنا امشي وروحوا لدياركم، شدوا دياركم، من لا هيجوج من لا ميجوج، شنية الحالة هذه؟ صحيح صحيح. شوف هذه العبارة. أي. يعني هذا المقطع اللي بقى راسخ في ذهني. ولم أكن لأتصور أنه سأحتاج إليه بعد أكثر من 40 سنة. أي. ولكن احتجت إليه لتعبر عن ماذا؟ هذا المهم، أنه نستقي حاجة من الذاكرة الشعبية وإلا من ذاكرتك الخاصة. فعلا. حاجة يعني من التراث، دخلت في التراث الشعبي المتاعنا المتوارث التونسي، قلت سيادتك، حتى نعبر على شنو؟ حتى نعبر. هو في الواقع يعني اهتمامي ربما في مجمل رواياتي، وجدت نفسي منجذبا أكثر إلى الرواية التاريخية. أي. اشتغلت على تاريخ الموريسكيين الأندلسيين في رواية تمارا كما شاءت. أي. بعد ذلك أقول للإشارة في لقاء مع الأستاذ الدكتور لطفي دبيش، أشار علي أن أهتم بتاريخ غابر أكثر من 5000 سنة. ربما يكون ذلك مساعدا على تقريب الأسطورة، الحكاية، القصة توجيه عليها ماذا يعتبرها يعني الإنسان اليوم، الهيجوج والميجوج، اليأجوج والمأجوج. أي. من هم؟ وهذا رواية لتقديمها، للاشتغال عليها، لتقديمها كنص روائي لإضافته للساحة الإبداعية يتطلب البحث. وأقول وأنه البحث امتد على قرابة 3 سنوات. أي. لأنه ليس من السهل. أي. قلت لي مرد في الأوف أنه فما مراجعة من 16 أستاذ جامعي. أستاذ جامعي. نعم. نحكيه شوية، لماذا تطلبت الرواية للمراجعات هذه، وماذا تعني لماذا؟ بالمراجعة؟ لأنه من باب المسؤولية. أولا بالنسبة إلي شعاري لا خاب من استشار، ثم لا يستنقص الكاتب من نفسه إذا ما التجأ أو إذا ما اتصل بشخص آخر، بمثقف، بأستاذ جامعي، بزميل كاتب، أن يقرأ له النص من باب يعني التعاون، من باب التعامل. وسبحانه يعني أكيد أنه الإنسان إذا لم يراجع نصه قد تنفلت بعض الأخطاء. والمصيبة أن نكتشف الأخطاء بعد الطباعة.
لأنه إذا تم لا يغتفر الأخطاء من النوع هذه. ولكن أيضا ربما ما يبرر المراجعة مراد هو تقاطع التاريخي وتقاطع الأسطورة وتقاطع الحاضر أيضا فعلا. يعني الواقع يعني فما برشا حاجات فعلا. يعني تتقاطع. هذا ما أشار إليه الدكتور الهادي الشطلاوي وهو الذي شرفني بتقديم الرواية مع العلم أنه أستاذي أي؟ وسعيد جدا أنني تلميذ الدكتور الهادي الشطلاوي أعود إليه اليوم أي؟ ليقدم لروايتي. في الواقع يعني هذا التقاطع الذي تتحدثين عنه التخيلي بالواقعي بالعجائبي بالرمزي كثير من التقاطعات في الواقع اشتغلت عليها بعدما قلت لأنه المسؤولية كبيرة برشا. علاش؟ لأنه انطلقت في البحث أعود إلى اليأجوج والمأجوج. تعلمين ويعلم كل الناس أن اليأجوج والمأجوج تم ذكرهم في القرآن الكريم سورة الكهف وسورة الأنبياء في نص قصير. ثم نذهب إلى كتب المفسرين وأية كتب هذا يفسر بشكل والآخر يفسر بشكل آخر ثم نذهب إلى الدراسات والبحوث التي عانيت بهذا للعرب وللمستشرقين وللغربيين كل واحد من زاوية أخر. بعد البحث الغربلة بطبيعة الحال أخذ حريتي وسلطة الكتابية في أن أكتب نصا يلخص كل هذه التوجهات ويقرب القارئ. لأنه اكتشفت اليوم أنه كثير من الأصدقاء طالعوا الرواية ووجدتهم يعودون للبحث في أصل يعني كانت مدعاة زيادة للبحث وأنه كل واحد يعمل قراءته ويخرج فعلا. ويبحث ويتحرى فعلا. أنا استوقفتني كلمة في كلامك توا مراد قلت استعملت السلطة متاعي. يبدو لي حسب الحقيقة أنا ما قريتش ولكن تغري بالمطالعة ولكن حسب ما قريت عليها ما كتب عنها أنك روائي أو كاتب دكتاتور وأنت تقر بدكتاتوريتك. مسألة عميقة هذه. أي كيف ويعطيك الصحة على السؤال. أنا أكتب قبل كل شيء طالما أنني أعيش حيرة في الكتابة. لا أكتب لأجل أن أكتب. أجد أمامي الحيرة والحيرة تولد السؤال تلو السؤال. هذه الحيرة أتكبدها أنا ومسؤوليتي ومن دوري أن أصدر هذه الحيرة إلى القارئ. وبالتالي إذا ما صدرت له هذه الحيرة فيعني أنني عرضت عليه شيئا ما وقد أصبح ملكه الخاص. لماذا؟ لأنني كتبت رواية هيجوج ميجوج. اليوم لست مهتما برواية هيجوج ميجوج. اليوم منشغل بنص آخر لأن هيجوج ميجوج رواية ودعتها لدى الناس لدى القراء لدى الباحثين لدى النقاد وانتهى دوري. انتهت ملكيتك تحولت الى الان السلطه لدى القارئ. به انا باش نمشي معك شويه. يقولوا لي لانه نحب ننسق يعني. حضورك مراد بحذيه لهنا. التجربه الاذاعيه ماذا اضافت المراد البجاوي وشنو ربما اللي نلقاوه في الروايه ونجم يكون هذيا من محاسن انك كنت يوما ما اذاعيا؟ كنت وما زلت. ولا زلت الاذاعه هي الحياه بالنسبه الي. بالمناسبه تحيه لكل زملائي في الاذاعه الوطنيه وفي مؤسسه الاذاعه التونسيه. الإذاعة لما اشتغلت على أساس أنني أهتم بالجانب الإبداعي مثل ما تقومين بهذا الدور اليوم. اشتغلت على أساس العمل الروائي، اشتغلت على أساس الكتابات النقدية، الشعر، القصيدة، الأدب التونسي عموما والأدب العربي. كان ذلك دافعا إلى أنني أغامر بنفسي بعد مرور مدة زمنية معينة ليست بالهينة لأكتبه، خاصة إذا ما أضفتي أنني مدرس أدرس اللغة العربية. جيدتك إضافة أيضا تجربة التدريس وتدريس الأدب فعلا. هذا يظهر لي زاد في حد ذاته جدير بال. كنت أحتاج في كل مرة أن أكتب نصا عوض الاستناد إلى الكتاب الجاهز إلى النصوص الجاهزة. كنت أحتاج إلى أن أكتب نصا. فالنص تلو النص تلو النص أكيد سيدغدغ مشاعرك، سيبعث فيك ربما طلبا حتى وإن كان مخفيا بالإمكان أن تكتب. تبدأ التجربة تكتب الرواية الأولى، تكتب الرواية الثانية الثالثة. بالنسبة إلي إلى حد اليوم هذه خامس رواية، لكن في الحقيقة ثمانية روايات وما زلت أبحث عن الرواية التي أحلم بها.
وإن شاء الله تقعد في بحث دائم لأنه هذا يخليك في عطاء دائم. نختم معك بهذايا، سمعت لك مرة تصريح تقول فيه مراد وأنه ممكن جدا وارد الفكرة أنه نراو رواية من رواياتك على الشاشة الصغيرة مثلا، لماذا لم نرى إلى حد الساعة عمل يتحول إلى عمل تلفزي أو سينمائي أو غيره؟ فعلا الإجابة هو في الواقع يعني في سؤالك، أنا أولا لست بمنتج، المؤسسات الإنتاج هي التي تنتج. الأعمال متاعي وأنا تو في التلفزة الوطنية، كل أعمالي أكتب بحبكة درامية بالإمكان وأن تتحول إلى مسلسل درامي. بين قوسين رواية تمارة كما شاءت موجودة في سيناريو في 100 حلقة لكن للإذاعة، يعني انطلقت في هذه التجربة لم تنفذ إلى اليوم، لست أدري لماذا. وعود بالك شي نبعثوا من هنا رسائل للمنجين، نبعثوا رسائل للمنجين انا نحضر رمضان احنا تو بون حتى كان ما نحضرش رمضان هذايا، ولكن ثم طلبات خصوصا بالنسبه لروايه هجوج وميجوج، يرون وانه العرض تاريخي والعرض مستحدث والعرض جديد، يحبوا الفانتازيا يحبوا الدراما يحبوا صحيح. ربما قد يكون هذا النص انطلاقه للتأسيس لعمل درامي كبير ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله نوفق. قبل ما نختم لو سمحتي نحب نحيي كل المؤسسات الثقافيه اللي في الواقع يعني والشبابيه ايضا اللي والتربويه اللي خلوني مرتاح في الالتقاء بجمهور القراء. انطلقنا في كنت اول بن عروس المكتبه الوطنيه، اول حفل توقيع في مكتبه بن عروس، تحيه للاستاذه فتحيه شعبان، تحيه لها الى اعضاء المكتبه الجهويه المكتبه المغربيه ببن عروس. ان شاء الله في الاسبوع المقبل في المركز العربي للابحاث ودراسه السياسات او قريب لكم هنا، وثم بعد يوم 10 مارس ان شاء الله باذن الله في بيت الرواية، ثم بعد ذلك تتلى المواعيد في تستور، تنظيم بلدية تستور ودار ثقافة تستور، في بنزرت، في بوسالم، في الكاف، في الهورية، وفي نفسة. إلى حد الآن هذه المواعيد. دونك تبروك إن شاء الله، يتبروك القراء الكل. إذا بحذية الكوجينة نعمل تحية من غادي وراه ما هوش سهل بالمرة إنك تفك الكلمة الإذاعي يغلبنا. يلا مرات نمشي وسميرة. نحب نوجه تحية لعائلتي، زوجتي وأبنائي، أخوتي والوالدة، ربي يطول في عمرها، ربي يفضلها. الوالدة بصراحة اللي نهدي لها الرواية. نحب نوجه تحية خالصة من الصميم لما لقيته من دعم وتشجيع من زملائي أساتذة مدرسة فرحات حشات أريانا. تحية اليوم الكل، تحية اليوم الكل إلى أهالي تستور كلهم اللي مراد بإذن الله سيقدم الأكثر إن شاء الله لتستور. إن شاء الله مراد، شكرا لك وبشفى لكم جميعا، بشفى لنا الكل اللي كنتي باش تذوق معنا هذية بتبيع. يهمنا رأيك ونعمله التذوق في آخر الحلقة بشوالي ماء وملح بيناتنا، ماء وملح وسكر زين. يعطيك صحة سميرة، شكرا لك. دونك احنا حضرنا في وقت نتاعنا كما وعدناكم ساعتين من زمان. يلا في ساعة عجيلا نذكروا هي مقرونه هذه بالكروفيت وصوص بيستو بالقرع الاخضر، وهذه بسبوسه نتاعنا كنا نعرفها. دونك احنا نقولوا هريسه اللوز اللي راها نتاعنا، مي هريسه اللوز نتاعنا اللي نصعبوا فيها. هذه حاجه تونسيه خالصه نتاعنا هكا ولا. يعطيك صحه شيف سميره خدومه، ميرسي بوكو. دونك يعطيك الصحه مراد، كنت سعيده برشا بحضورك معنا اليوم، وقدمنا الروايه افونغو، اعطينا للساده المشاهدين بالحق روايه من الوزن الثقيل وجديره بالمطالعه. شكرا لك في انتظار معرض الكتاب ما حكيناش عليها، اللي تأجل ولكن مش يكون هجوج وميجوج حاضر في الدورة الجاية، في الدورة القادمة إن شاء الله بإذن الله، يوفق الجميع. أمين. شكرا لك مراد، شكرا للناس اللي تبعتنا الكل، رافقناكم من الاثنين إلى الجمعة، كنا أكثر من سعداء، قدمنا لكم مادة تلفزيونية إن شاء الله تكون ارتقت لانتظاراتكم وارتقت للمأمول. شكرا كبير لكل الفريق اللي خلى بصمة في الصورة في الصوت في الإكساء في الديكور في الإعلامية جميعا، شكرا لولاكم. ما كنا نتلاقى معكم إن شاء الله الأسبوع البعض القادم، كان قعدنا حيين بخير. الأسبوع القادم تتلقاو مع زميلتي منى، إلى اللقاء.